السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مقر عمودية قرية المخزن نلتقي مع الحاج علي الصديق عمدة قرية المخزن. علي الصديق علي ديوان، أهلا بسيادتك يا فندم. يا رب يعز سيادتك ويبارك فيك بخبرتك الكبيرة في الحياة. أنت قلت لي إن سيادتك خدمت الجيش سنة كام؟ من سنة 7/8/63. يعني اتجندت في شهر 7/8/60 وخرجت؟ وخرجت 1/10/63. 63 ده كنت أنا كنت أنا لسه مولود. يا ربنا يعز سيادتك يا رب. طيب تقول إيه؟ طبعًا أنت راجل خدمت القوات المسلحة وربنا يعزك ويحفظ مصر يا رب. تقول إيه للي بيهينوا الجيش المصري أو بيهينوا القيادة السياسية؟ اللي بيهينوا الجيش المصري دول ما يفهموش في الجيش أي حاجة، لأن لولا الجيش أولاً ولادي وإخواتي الجيش المصري بتاعنا مكون من الأفراد. من الأفراد مين؟ ولادنا. ولادنا وإخواتنا. مش جيش مرتزقة زي الأغبياء. مش جيش مرتزقة زي الأغبياء اللي بيجوا يحاربوا فينا من جميع الدول، بيجيبوهم أمريكا وفرنسا والبلاد دي عشان يحاربونا، وإن ماتوا مالهمش دية. لكن إحنا العسكري عندنا لو مات له دية كبيرة وله حب كبير في قلوب الشعب. بالظبط بالظبط. الدولة ذات نفسها، قلوب حق الدولة ذات نفسها. بالنسبة للعسكري لو مات بتبالوه، له كيانه في قلبه وفي كل حاجة في الدولة. وبأكد كلامك، مجلس النواب وافق إن في مزايا لأي شهيد. فيا رب يحفظ مصر ويحميها. مصر اتذكرت في القرآن خمس مرات بالميم والراء والصاد. مصر ومرات عديدة كناية، لكن صراحة خمس مرات. طب هقول لسيادتك، وفي الإنجيل مبارك أرض مصر والزبور وكتب وصحف إبراهيم وداود والكلام. يا رب يعزك، أنت راجل بسم الله ما شاء الله، واضح أن أنت راجل مثقف وقارئ. يعني سيدنا عيسى بن مريم جه مصر، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى جاء في سيناء. جميع الأنبياء جم مصر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ستنا ماريا القبطية من مصر. سيدنا إبراهيم جوز سيدة هاجر من مصر. الله. سيدنا موسى مولود في مصر ومتربى في مصر. وسيدنا عيسى كذلك. جه الرحلة المقدسة. سيدنا إبراهيم لما جينا برضو، وخد سيدة هاجر كان جاي برضو رحلة مقدسة من بيت المقدس وبلده اللي اسمها في فلسطين. ايوه يا فندم. برضه مر وخد سيدة هاجر، ويعني جميع الأنبياء مروا من هنا. ايوه يا حاج علي. وبكفاية إن مصر ملانة بالأولياء والصحابة يا رب. ولا بلد في مصر ولا عزبة في مصر ولا قرية في مصر إلا ما فيها صحابي أو رجل ولي، ولذلك إن ربنا حافظها ويحفظها يا رب. يا رب أنت تصور المصري ممكن لو عنده قرات أرض يبيع ويروح يحج. يعني شعب متدين بالسليقة بطبيعته بالطبيعة. ده فطرة. لا نقول إخوان ولا زفت الطين. إحنا لنا الناس اللي يعني أنت عارف. أنا كنت في الجيش، عارف، من أيام الجيش لغاية دلوقتي. أيوه. والله أنا عندي يعني خشيت في 80 سنة. اللهم صل على النبي. والله أنا الجيش ده عندي. أنا اتوظفت في مصنع السماد والحمد لله، باخد معاك الحمد لله حاجة. بس أنا بعيط لغاية النهاردة اللي أنا طلعت من الجيش، ما كنتش فنت عمري في الجيش. ربنا يديك الصحة. لأن أنا بعتبر إن عسكري الجيش، أنت عارف العسكري لسه داخل بقاله شهر دي، تفضل حذائه على دماغ اليوم الدين. انت رجل فاضل. يا رب يحفظك. انا بحب الدين. يا رب يحفظك. يمكن احسن من ايه يعني. انا ببكي لما تيجي سيره الجيش قدامي وانا ما خدمتش فيه. او نشوف شهداء. لا أنا يعني الراجل بيأدي الخدمة بتاعته ويتم الاعتداء عليه. ده راجل بهروسنا يا عم. يتم الاعتداء عليه. يا خبر ابيض، ده كبير خالص دي. ده رب إن ربنا سبحانه وتعالى عن رسول الله، عن ربنا سبحانه وتعالى بقول لك عينان لا تمسكان. حديث قدسي. عين باتت تحرس في سبيل الله. الله يعزك. وعين بكت من خشية الله. أنت عاوز حاجة أحسن من كده في الشهداء دول؟ يا رب يعز السيادة. عاوز حاجة أحسن من الشهداء يعني اللي ينال الشهادة دي، سواء ميت في الحرب، سواء
مقتول سواء كده يبقى دي شهيد. ربنا يعز سيادتك. والشهداء دول لهم مكانه كبيره خالص. طب احنا نستكمل كلامنا تاني وانت سيادتك وبنتكلم عن الجنديه المصريه. لو اللي بيتكلم ده خدم البلد وراح الجيش، الجيش صانع الرجال. طبعا. الجيش صانع الرجال. انت عاوز تخلي ابنك يبقى راجل يخش الجيش. ايوه ما هو لو دول دخلوا الجيش وعرفوا عن ايه جيش مصر ويعني ايه مصر. جيشنا معدود من الجيوش. انا خدمت فين؟ اول ما رحت سلاح مسلح المهمات. ايوه في العباسيه. ايوه فن. كان المعسكرين بتوعنا بتاع الاسلحه والذخيره كان فرحني امام الامام الشافعي رضي الله عنه الحته ديت. وسلاح المهمات كان الاساسات بتاعتهم هناك كده. أيوة. كان فرح مننا ايه مركز تدريب بتاع السيارات دي. ايوه يا فندم. المركبات. وكان فرح مننا من اول من يم العباسيه كده كان فرح مننا اللي هي مستشفى الامراض العقليه ديت. يعني احنا كنا في حته حلوه. ايوه. وخدمت ديت لما اتنقلت من سلاح المهمات هنا جيت في العباسيه قعدت في كتيبه اسمها كتيبه 9 كاف 9. ايوه. مشاه حراس. نقلت من المهمات لمشاه حراس. رحت فين؟ رحت جنيفي معسكر محمد حفظ الله نمره 2. طيب هستأذن سيادتك. أيوة. كلامك شيق وجميل. سنة 73 اما انتقلنا من الهزيمة الى النصر كنت سيادتك فين؟ سنة 73 كنت سيادتك فين؟ كنت هنا. لان انا يعني انا في سني ده كنت سنة 73 كان عندي حوالي كان عندي 10 سنين. فسيادتك وعيت عن الحرب. كنا احنا وحضرتك وكده كنا في وسط منطقة الحروب. ده احنا فرحنا مننا المطار. ايوه يا فندم. يعني المطار كنا بنجمع ولا مؤاخذة سنة 73 كنا بنجمع عند واحد هنا زميلي صاحبي. بنزامل بعض. بنبقى نزامل بعض كده. بقينا نزامل بعض كده بكل حاجة في جامع في كتلة. كلنا ايامها الناس الطيبه دايما بتبقى تزامل بعض. طبعا كنا واحنا بنجمع الطياره الاسرائيليه جت عشان تضرب على المطار. ايوه يا فندم. جت نزلت علينا قضايا نمنا في قلب الاونيه كده لغايه ما هي وربنا بيحفظ وبيحمي. وربنا حفظنا. راحت عند عزبه اسمها عزبه التل هنا اللي بنحكي ديت. اتنين قاعدين على المصطبه بتاعتهم بره قدام بيوتهم نزل عليهم الشرطه طيرهم. ايوه يا فندم. ايوه يعتبر شهداء كبار دول كمان. تمام يعني ما لهمش دم. تمام. احنا لو متنا في القطن كنا هنبقى شهداء. بالظبط. من مات دون بيتي فهو شهيد. الله من مات الله. دون مالي فهو شهيد. الله ينور. حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. الطياره ديت سبحان الله فيه وجدع قاعد على التهريب بتاعكم بتاع المقليه دي عسكري. ايوه. ولا شاويش او حاجه زي كده ومعاها الصاروخ. معايا الصاروخ اللي على الظهر دي. جابها بفضل الله. ده الصاروخ ده ما سابهاش الا ما نزلش. نزلت الطياره ديت فقالوا ايه اللي كترك بقى واحده فيه وحامل كمان. ما هو لما نزلت قالت انا ما هو بيجندوا الستات هناك. ايوه انا عاوزه اللي ايه اللي ضرب الطياره. الله. وخدوها وعملوها لقاء في المحافظه وبتاع مش عارف. يعني فخوره بالجندي اللي جابها. الجندي اللي جابها. الجندي المصري اللي اصطاد نفس الطياره. سلاح ذات نفسه سلاح ده بقول لك الصاروخ كان يطلع من عضها. لازم ما تسيبش الطياره تروح كده لغايه ما تصدى ونزلت. طيب ذكرياتك الجميله كمان بالتاكيد تحمل ذكريات اخرى. الشارع اللي هناك دوت. ايوه يا فندم. سنه 56 الشارع 56. ايوه الشارع اللي هناك الثاني ده اللي على اليمين ده هو. ايوه يا فندم. سنه 56 ما كانش هنا مباني بقى اللي بسيط خالص ولا كان قدامنا هنا مباني ولا حاجه. كانت ارض زراعيه. كده كانت ارض زراعيه. ايوه يا فندم. جت الطيارات من ورا نزلت في قلب الشارع دي وطلعت طيارات اسرائيليه ميج 17. طائرات اسرائيليه ميج 17 كانت بتمر امامنا. في الشارع بتاعنا ده قدام بيتنا. والله قدام بيتنا. ايوه طلعت نزلت كده طلعت وقامت طالعه على ما راحت هناك كانت اتضربت وقعت بفضل الله. بفضل ما احنا يوم 14 اكتوبر البقليه وقعنا 15 طياره. يوم 14 اكتوبر كان اطول معركه جويه في التاريخ. وقعنا 15 طياره اسرائيليه. احنا عندنا الحمد لله والشكر لله ان المطار بتاعنا ده مطار مشهور بفضل الله. ربنا يحفظ مصر ويحميها. ربنا يحفظ مصر ورئيسها وعساكرها يا رب. ومش عساكر ده جنود يا رب. لان خير اجناد الارض في مصر. أيوة. في مصر خير اجناد الدنيا في حالها. تمام.
ده الحديث. لا ده حديث بيقول كده، استوصوا مصر خيرا فان فيها خير اجناد الارض. يا رب يعزك يا رب، خير اجناد الارض فين؟ باذن الله باذن الله. فطبعا دي حاجه محفوظه من عند ربنا، وربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وربنا تجلى على ارض ما تجلاك على ارض الا في مصر. اللهم صل على النبي. ويعني تبص تلاقي النظره من ربنا ومن النبي، دعوه النبي ودعوه الانبياء والاولياء في مصر هنا حافظها الى يوم الدين. يا رب يعزك ويحفظك، يا رب يعزك ويحفظك. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على ابنائه، ومنار عاليه تشع بضياء العالمين. شكرا حسن المتابعه، وان اعجبكم الفيديو الرجل مشاركة في القناة لدعمها، وشكرا.